السيسي يوجه بتشكيل لجنة لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي. رئيس الوزراء ونظيره العراقي ترأسان غدا اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين البلدين. والنائب العام يشهد إجراءات استرداد جداريتين أثريتين في قضية دولية عن تهريب الأثر بباريس. التاسعة مساء، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، والبداية مع الزميلة سمر الزهيري. إليك سمر. أهلا بك ياسر. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل الأول من يوليو 2023. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أنه انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدا متجددا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العظام وتراثها ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمطار القاهرة رئيس وزراء العراق المهندس محمد شياع السوداني الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترأس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق. ومن المقرر أن يترأس رئيس وزراء مصر والعراق غدا اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بحضور الوزراء من الجانبين، كما سيتم عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين، على أن يتم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في عدة مجالات. وتعد اللجنة المشتركة المصرية العراقية أحد أهم آليات التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبغداد. نتابع المزيد عن اللجنة في العرض التالي. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف الاستثمار يحتل صدارة الأولويات خلال المرحلة الحالية من أجل تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات. وخلال ترأسه اجتماعا مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين شدد مدبولي على أن الحكومة تعمل من خلال عدة مسارات، وأشار إلى أنها ستتخذ أي خطوات من شأنها دعم الاستثمار والصناعة دون تردد، مؤكدا أنها تصغى لأي مقترحات أو آراء من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض عددا من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة بكل من مدينتي طابة ونويبع. هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لتوطين وتعميق الصناعة باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصري. وخلال ترأسه اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعدد من رؤساء الغرف الصناعية ومسؤولي المصانع والشركات، أشار مدبولي إلى أنه تم تحديد نحو 152 صناعة مطلوب توطينها، مؤكدا الحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة وتلبية المتطلبات اللازمة بشرط الالتزام بتحقيق المستهدفات المطلوبة. كما شدد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بما يسهم في دعم مختلف الصناعات الوطنية. استقبلت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب الطالبة بنت الله عماد الحاصلة على المركز الأول في المرحلة الإعدادية محافظة كفر الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتبني الطالبة تعليميا لدعم تفوقها العلمي. وأكدت الدكتورة رشا راغب أن الرئيس السيسي دائما يضع الشباب المصري في مقدمة الملفات المهمة، ولهذا تم إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين. وكما أعلنت أن الأكاديمية سوف تقدم الدعم الكامل للطالبة المتفوقة حتى تخرجها من الجامعة. هذا وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة قد أعلنت تبني الطالبة الأولى على المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ منة الله عماد، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني الطالبة تعليميا نظرا لظروفها الأسرية الصعبة ودعما لتفوقها العلمي. كل الضغوطات اللي انا مريت بيها، كل ان انا كنت عايشه على في شقه خاليه من كلات تماما، على نايمه على مرتبه بذاكر على جردل، كل الضغوطات اللي ممكن حصلت دي كانت دافع ان انا اطلع الاولى، كانت دافع ان ده يبقى هدف قدامي ان انا احقق انجاز احقق طموح، كانت دافع ان انا ماما كانت معايا ان هي بتديني دافع، والحمد لله يعني الحمد لله ربنا وفقني وطلعت الاولى الحمد لله. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة عن تبنيهما للطالبة منة الله عماد الحاصلة على المركز الأول بالإعدادية بمحافظة كفر الشيخ. حياة كريمة كلمتني قالوا لي إن الرئيس تكفل بالموضوع، ورجع بقى هيئة أكاديمية التدريب كلمتني، وزير التربية والتعليم كلمني، وزيرة التضامن، والحمد لله يعني كله تكفل الموضوع. منة مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل، وهو ما أشارت إليه السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وقدمت لها كل التحية والتقدير ولوالدتها التي حرصت على قهر الصعاب لدعم ابنتها. وأكدت السيدة انتصار السيسي على قيام الدولة بدعمها خلال كافة مراحل التعليم المقبلة حتى التخرج من الجامعة، متمنية لها مزيدا من التفوق والنجاح. أنا كنت بصراحة مش متخيلة، هي كانت مفاجأة، هي كانت صدمة الأول، بعد كده الحمد لله يعني هو ده العوض بتاع ربنا حصل، وشكرا بجد على كل اللي قاعد يحصل من امبارح ده. نفسي ان كل حاجة تتحل، نعيش حياة مستقرة ان شاء الله، ونفسي ان شاء الله اللي جاي احقق انجازات اكبر واكبر ان شاء الله. حابة أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو تكفل الموضوع، وهيئة وأكاديمية التدريب وحياة كريمة تكفلوا بالموضوع، وحابة أشكره على الدعم، وحابة أشكرهم حياة كريمة وأشكر أكاديمية التدريب على الدعم. انطلقت فعاليات الدورة الأولى من البرنامج التدريبي شيل نيكس بلوررز للمستوى الإداري بالمصانع بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك انطلاقا من الدور الرائد الذي تقوم به المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، من العمل على توطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص العمل
وتنمية قدرات العنصر البشري، وبالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وشركة شيل مصر. وتضم الدورة 25 متدربا من العاملين بالمصانع التي أنشأتها إبدأ لصالح توطين الصناعة من خلال محور المشروعات الكبرى، والمصانع التي قامت إبدأ بتوفير الدعم لها من خلال محور دعم الصناعة، كما تهدف لإكساب المتدربين الخبرات العملية والمهارات الفنية اللازمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والبدء في تصميم برامج متطورة للتدريب والتأهيل لتنمية المهارات بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لرؤية مصر 2030. أشاد نائب العام المستشار حمادة الصاوي بمستوى التعاون وتضافر الجهود بين مصر وفرنسا في المجالين القضائي والأمني. وخلال كلمته في حفل بالسفارة المصرية في العاصمة الفرنسية باريس لاسترداد الدولة المصرية لجداريتين أثريتين في إحدى القضايا الدولية الهامة لنهب وتهريب الأثار، أعرب النائب العام عن سعادته للمشاركة في مثل هذا الحدث للمرة الثانية. نجاح جديد للدولة المصرية في ملف استرداد الآثار المهربة للخارج مع استعادة جداريتين أثريتين من فرنسا. النائب العام المستشار حمادة الصاوي ووفد رفيع المستوى من مكتبه شهد حفل استرداد الجداريتين إحدى القضايا الدولية الهامة لنهب وتهريب الآثار، مؤكدا أن قيمة أي من الآثار المصرية تتخطى أي مال أو منفعة مادية لما تحمله هذه الآثار من قيمة تاريخية. إن سعي أي مصري للحفاظ على آثار بلاده وأجداده أمر فطري يعتز به ويفخر به، وذلك نابع من الوطنية التي تجري في عروقنا مجرى الدم. وأشاد النائب العام بمستوى التعاون وتضافر الجهود بين مصر وفرنسا في المجال القضائي. استرداد الدولة المصرية أثارها المنهوبة بمجهودات دولية قضائية وأمنية مشتركة تعكس حجم التعاون الثنائي بين البلدين ومدى تضافر الجهود بينهما في هذا المجال. من جانبه أعرب سفير مصر في فرنسا السفير علاء يوسف عن تقديره لجهود النيابة العامة التي توجت بحكم المحكمة الفرنسية بملكية الدولة المصرية للقطع الأثرية المنهوبة وإدانة المتهم وإلزامه بدفع غرامة وتعويض مالي للدولة المصرية. ود في هذا الإطار الإشادة بالتعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى الأعوام الماضية، والذي ساهم بشكل أساسي في التوصل إلى هذا الإنجاز. كما ود الإعرابي بشكل خاص أن خالص تقديري للدعم المستمر المقدم من معالي المستشار حمادة الصاوي النائب العام جمهورية مصر العربية والسادة المستشارين بمكتبه الموقر. كانت محكمة فرنسية قد قضت بإعادة القطعتين الأثريتين إلى مصر بعد ثبوت نهبهما وتهريبهما منها ومعاقبة المتهم. الحقيقة هو النهاردة ليس مجرد استرداد لقطعتين، لأن القطعتين دول ليسوا هم الأثاث في هذه القضية. هذه القضية قضية كبيرة جدا، فالقطعتين دول قطعتين مجرد أنهم حلقة في سلسلة طويلة جدا. اسمي ماتيو بوازافي، أنا أعمل محامي في نقابة المحامين في باريس، وأنا محامي مصر في هذه القضية التي أدت إلى صدور حكم محكمة جنايات باريس في 18 من أكتوبر عام 2022، وهو حكم مهم لأنه لأول مرة في فرنسا تعطى الأسبقية للقانون المصري لعام 1983 للقانون رقم 117 المادة 2276 من القانون المدني الفرنسي. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن هذا التحقيق وهذا التعاون هام جدا ومثمر جدا بين السلطات المصرية والسلطات الفرنسية، وبالتالي تمكننا من العثور على الحجرين الأثريين.
الذين ترونهما هنا، أحدهما كان في يد بائع التحف والآخر في يد رجل الأعمال، والذي كان قد اشتراه من دار بيع بالمزاد، وهي دار بيير بيرجي. تم الحكم على رجل الأعمال هذا بحسن النية، معنى ذلك أنه كان يجب أن يكون قادرا على الاحتفاظ بالحجر، لكن المحكمة وافقت على طلبنا بتطبيق القانون المصري الذي ينص على ملكية غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتقادم على ممتلكاتها الثقافية. إنه قانون هام من شأنه حماية التراث الثقافي المصري، ولقد وافقت المحكمة الفرنسية على تطبيق هذا القانون، وبالتالي اضطر رجل الأعمال إلى إعادة القطعة الأثرية. ولكي تتحقق العدالة بشكل كامل، فإن بائع التحف الذي أدين وبسوء النية تم الحكم عليه بتعويض رجل الأعمال عن سعر الحجر الذي كان قد اشتراه به. لذا فإن هذا الحكم هام جدا لحماية التراث الثقافي الذي تم نهبه، وخاصة في مصر. وأتوجه لكم جميعا بالشكر الجزيل. وتعد تلك الواقعة واحدة من سلسلة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ارتكبتها جماعة إجرامية دولية متعددة الجنسيات لنهب وتهريب الآثار والمقتنيات الثقافية، والتي تشارك مصر في التحقيقات فيها مع عدة دول. عملت الدولة خلال السنوات الماضية على استرداد آلاف القطع الأثرية ضمن جهودها الكبيرة لإحداث نقلة نوعية في إبراز والحفاظ على التراث والحضارة المصرية. المزيد نتابعه في العرض التالي مع الزميلة ندى رضا. أهلا بحضراتكم. جهود مصرية واسعة بذلت على مدار السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة في إبراز والحفاظ على التراث والحضارة المصرية الغنية. أحد أهم محاور تلك الجهود استرداد آلاف القطع الأثرية، حيث تولي مصر اهتماما باستعادة الآثار التي تم تهريبها إلى الخارج. خلال السنوات الماضية زادت الدولة المصرية من مساعيها لاسترجاع الآثار المهربة، وانطلاقا من الجهود المبذولة والمتواصلة للحفاظ على كنوزها، نجحت مصر في غضون سنوات قليلة في استعادة آلاف القطع الأثرية المسروقة وإعادة عرضها في المتاحف المصرية. كما نجحت الدولة في استعادة آلاف القطع الأثرية غير المسجلة والتي كان من المستحيل عودتها. فقد تم خلال السنوات الماضية استعادة 29,300 قطعة أثرية مهربة، منها 5,300 قطعة عام 2021 و110 قطعة أثرية خلال 2022، حيث نجحت مصر في تحقيق المستهدف بنسبة تخطت 90%، وذلك في قضايا استعادة أثارها بالخارج. ولتحقيق مزيد من التقدم في ملف استعادة الأثار، تسعى مصر للتوسع في توقيع اتفاقيات من شأنها أن تسهل عملية استعادة أثارها المنهوبة من الخارج، بعد أن نجحت على مدى الأعوام العشر الماضية في استعادة الآلاف من القطع الأثرية. توازيا مع تلك الجهود يأتي تطوير الشق التشريعي الحاكم والمنظم لقطع الأثار، وذلك من أجل حماية الأثار المصرية وتقديمها للمصريين وشعوب العالم والإنسانية بأكملها في أبهى صورة تليق بعظمة الحضارة المصرية. فقد أفرد الدستور ثلاثة مواد لحماية وصيانة الأثار واسترداد القطع المهربة، كما تعد مصر من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. فقد كانت من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية الهاي 1954، اتفاقية اليونسكو 1970، لحظر ومنع نقل واستيراد الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية. محور آخر للاهتمام بملف استعادة الآثار يتمثل في التوجيهات الدائمة الصادرة لبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لإلاء الكثير من الاهتمام لهذا الملف ومتابعة وملاحقة أي عمليات إتجار للآثار المصرية المهربة وتنسيق الجهود الوطنية لاسترداد تلك الآثار، وهي الجهود التي تؤتي ثمارها سريعا في الفترة الراهنة لاستعادة الآثار المصرية. وفي هذا السياق ولإحداث نقلة نوعية كبيرة في إبراز والحفاظ على التراث والحضارة المصرية الغنية، جاء تطوير المتاحف وإنشاء سلسلة جديدة منها في أنحاء الجمهورية
لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية، وكذلك استعادت كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى إعادة افتتاح متاحف قائمة بعد ترميمها وتطوير العرض المتحفي بها. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول جهود الدولة في ملف استعادة الآثار، حيث تشكل القطعة الأثرية جزءا أصيلا من إرث مصر الحضري والذي لا يقدر بثمن، وشهادة على حضارتها التي ما زالت تبهر العالم كل يوم ومع كل اكتشاف أثري جديد. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. هذا وتشهد العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا ازدهارا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية. المزيد نتابعه في سياق العرض التالي. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن القلق البالغ حيال استمرار تصاعد وتيرة العنف وكثافة الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وما ينتج عنها من سقوط ضحايا وجرحى. وخلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، شدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية وعلى مستوى الأمم المتحدة من أجل وقف التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة وخلق مناخ جديد داعم لإعادة إحياء عملية السلام. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن شكري استعرض الجهود التي بذلتها مصر خلال الفترة الماضية لتهدئة الأوضاع الميدانية، مؤكدا ضرورة العمل على تنفيذ التفاهمات ذات الصلة بمسار العقبة شرم الشيخ بما يخفض من التوتر الراهن. من جانبه أعرب المنسق الأممي عن تقديره لدور مصر المحوري في عملية السلام والتطلع لاستمرار التنسيق مع مصر من أجل الخروج من حالة الجمود الحالية في عملية السلام ووقف العنف الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع اليونان. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره اليوناني الجديد، حيث حرص وزير الخارجية في مستهل الاتصال على تهنئة نظيره اليوناني على توليه مهام منصبه. وصرح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد أنه تم خلال الاتصال التشاور بين الوزيرين حول سبل دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مضيفا أن الوزيرين تناولا أيضا مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يواصل الحوار الوطني جلساته لمناقشة الموضوعات المطروحة للحوار ضمن المحور الاقتصادي، وتعقد غدا الثلاثاء جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكيات وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، كما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون.
اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير الأمنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة وبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور أثناء سير الامتحانات. بالتزامن مع هذه الإجراءات أدى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الملتحقين بالثانوية العامة أدوا امتحاناتهم داخل لجان أقيمت بمراكز الإصلاح والتأهيل. مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حرصت وزارة الداخلية على تفعيل خططها الأمنية التي أعدتها لتأمين لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وبث الطمأنينة في نفوس الطلاب قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات. موجودة وقايمة بالأمن والأمان ومحافظة على المكان ومحافظة على المرور. حاجة مشرفة وحاجة جميلة جدا، هو بقى في أمل للطلبة ولينا احنا كمان. يعني أنا دلوقتي ولية أمر همشي ومطمنة على بنتي. أنا بنتي بتمتحن هنا وإن شاء الله هسيبها وأمشي أروح شغلي وأجي بعد ما تخلص، وكل ده سايبها أمانة في إيدين أبنائنا وإخواتنا من وزارة الداخلية، ربنا يحميهم. نشكر وزارة الداخلية شكر كبير أوي 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 على المجاهدات اللي هي بتعملها. تشمل الخطط الأمنية انتشاراً أمنياً فعالاً بمحيط اللجان التي يؤدي فيها الطلبة الامتحانات، وهو ما يوفر أجواء أمنية ملائمة لهم ولذويهم الذين ينتظرون خارج اللجان، وكذا تأمين عملية نقل أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان المختلفة. في الأمن موجود للحفاظ على أمن بنتي وأمن الطلبة طبعاً. يعني كنت انتظرها كل يوم، فممكن بعد كده أجي أوصلها وأسيبها وأمشي. بصراحة النهاردة التأمين ممتاز جدا والطلبة داخلين في أمان وما فيش أي حاجة عند المدرسة تزعجهم أو تضايقهم، في أمان وراحة، والطالب هو داخل خليين باله منه هو كده بس، هو ربنا يطمن عليهم يا رب ما يخرجوا يا رب. ولضمان انسيابية الحركة المرورية فقد تم نشر خدمات مرورية بمحيط اللجان والطرق المؤدية إليها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ومنع التكدسات، مع وجود أقوال أمنية لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة. ومع اتخاذ كافة التدابير الأمنية لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة، فإن الوزارة تحرص وفي إطار تطبيق المنظومة العقابية الحديثة بمراكز الإصلاح والتأهيل وفي مقدمتها إتاحة الحق للنزلاء في مواصلة تعليمهم، حيث جهز قطاع الحماية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عددا من اللجان بمراكز الإصلاح والتأهيل. قدمت والناس اتسهلت معايا في الإجراءات والحمد لله توفر لنا مكان للمذاكرة وللرعاية، والنهارده كان أول يوم امتحانات لينا وبشكر وزارة الداخلية على تعاونها معنا. يأتي هذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية في إطار اهتمامها بمعايير حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للنزلاء في استكمال تعليمهم ليكونوا مؤهلين للاندماج في المجتمع. أكدت مصر حرصها على دعم السودان الشقيق خاصة في ظل الأوضاع التي تشهده حاليا، مؤكدة توفير كافة سبل الدعم للطلاب السودانيين للدراسة في الجامعات المصرية. وخلال لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بوفد سوداني، أكد عاشور تيسير إجراءات التحاق الطلاب السودانيين للدراسة بالجامعات المصرية حفاظا على مستقبلهم وفقا للقواعد والضوابط. من جانبه وجه السفير السوداني الشكر لمصر على دعمها للسودان في شتى المجالات وخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان. قام عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، يرأسهم كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، بزيارة إلى محافظة أسيوط.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر أن مصر والاتحاد شريكان وثيقان تربطهما صداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات. هذا وتفقد الوفد معرضا للحرف اليدوية وأعربوا عن سعادتهم بما شاهدوه من منتجات تراثية ويدوية، مشيدين بالجهود المبذولة للحفاظ على التراث العريق الذي تتمتع به عاصمة الصعيد. وفرت مبادرة أنت الحياة إحدى مبادرات مؤسسة حياة كريمة عددا من الخدمات المتنوعة بالمجان لأهالي محافظة سوهاج، سواء استخراج بطاقات الرقم القومي أو امتحانات محو الأمية أو ملتقى توظيف للشباب أو قوافل طبية أو غيرها من أنشطة وفعاليات للكبار والصغار. بفعاليات مجتمعية متنوعة وخدمات صحية متكاملة انطلقت مبادرة أنت الحياة في محطتها السادسة بمدينة المنشأة التابعة لمحافظة سوهاج من خلال مؤسسة حياة كريمة لتقدم أشكالا مختلفة للدعم للأهالي الأولى بالرعاية. أكبر قافلة تنموية موسعة بنستهدف فيها أكتر من 20,000 مواطن. عندنا أنشطة كتير بالتعاون مع العديد من الوزارات، معنا وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، صندوق مكافحة الإدمان، معنا وزارة الصحة. اشتغلنا على كافة الخدمات، اشتغلنا على الخدمات الطبية وخدمات توعوية. النهاردة مؤسسة حياة كريمة بتوزع 15,000 كرتونة على 15,000 مواطن من الحروب. النهارده في ملتقى توظيفي بمشاركة 15 شركة لتوظيف العمالة بمركز المنشأة محافظة سوهاج. قوافل طبية مستمرة بتخصصات مختلفة قدمتها حياة كريمة لأهالي المنشأة. عاملين القافلة الطبية ممتازة وأساعدوا الناس الفقراء في كتير طبعا، وبره في الشوارع موصلين المية الناس وجايبين كهرباء للبيوت وبنين بيوت. كل كرم وكل حنان، والله احسن حاجه حياه كريمه. جيت كشفت انف واذن وحنجره، الوضع برضه حلو يعني، وبرضه الناس كويسه بتستقبل الناس كويس. وايضا ملتقى للتوظيف وحوار مجتمعي مع المواطنين بحضور ممثلي حياه كريمه. بشكر كل اللي جم هنا هوتي وقبلونا واحترام وكل حاجه حلوه. جيت عشان خاطر انا عايزه وظيفه لجوزي، يعني عايز يكشفوا علاج ووظائف وفلوس وكل حاجه، وسدد عليكم ربنا يسترها معاهم وربنا يخليهم. دي دليل على ان الحب في القلب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي دايما انجازاته كبيره جدا، ومن ضمنها مشروع حياه كريمه اللي بيمس ظروف الانسان المصري. مساعدات للغارمين والغارمات والاهتمام باطفال المدينه ترفيهيا ورياضيا وتوعويا كانت على راس اولويات انت الحياه بمدينه المنشاه التي شهدت توافد اكثر من 20,000 مواطن مستحق. بالنسبه للاطفال بنقدم لهم خدمات، يعني منها ممارسه الرياضه، وبنمارس لو في حد مثلا تعبان فيهم بيبقى في كشف دوري عليه. انا جاي استلم هدايات من حياه كريمه وهم بيعاملونا اخر كرم. قالوا لنا اللي عايز يكشف او تعبان او مريض
يجي هنا وكشف مجانا وكل اي حاجه انت عايزين. النهارده هم كانوا بيوعونا عن قصه المخدرات وما نعملهاش يعني عشان نبقوا لعيبه كويسه وكده. وفي ختام يوم انت الحياه مع مدينه المنشاه كانت حياه كريمه سببا في تجميع الاهالي بمركز شباب المدينه لمشاهده مباراه النادي الاهلي مع الوداد المغربي الحاسمه للحصول على لقب بطل افريقيا في اجواء يسودها الود والفرحه والامل في فوز ناديهم المصري. اللي عرضتنا اربع شاشات النهارده قدامكم اهم، يعني من الشاشه الكبيره اهي وعرضتنا يعني ما شاء الله لحد جلت معاكم الصبح النهارده. من اول اليوم شغل النشاطات الله اكبر، كل النشاطات موجوده حتى في الرياضه النهارده بسم الله ما شاء الله عليه. حياه كريمه تهتم ان هي توفر مكان كويس زي كده بالشاشات بالحجم ده عشان خاطر الناس تتفرج على الماتش، فدي من الحاجات الكويسه جدا جدا. تاتي مبادره انت الحياه في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قرى الصعيد والريف المصري من خلال مؤسسه حياه كريمه لتنطلق وبشكل متكرر قوافل دعم للمواطنين بالقرى الاكثر احتياجا بالتكامل مع اجهزه الدوله كافه لتوفير حياه كريمه للمصريين. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة مصر الخير بهدف دعم وفك الكرب عن الغارمين والأسر الأكثر احتياجا. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة مصر الخير بهدف دعم وفك القرب للغارمين والأسر الأكثر احتياجا. الهدف من البروتوكول ده ان احنا نقدر نوصل بالفئات دي ان احنا نخليهم يخرجوا من ضغط والتوتر اللي بيسببوا الغرب لان هم يوصلوا لمرحلة ان هم بقوا احرار يبدأوا حياتهم، لان طبعا ده ليه بعد اجتماعي يعني كبير جدا في المجتمع لما تكون أم أو أب يتعرض للسجن أو يتعرض لأنه هو يبقى غارم ويهرب من بيته علشان ما ينفذش حكم. تصل التكلفة الإجمالية لعشرين مليون جنيه وذلك من أجل تمكين الغارمين اقتصاديا واجتماعيا والحد من دخول غارمين جدد للسجون وخفض عدد قضايا الغارمين بالمحاكم ورؤية توعوية شاملة تحقق التنمية المستدامة والشمول المالي. البروتوكول النهاردة خاص باستكمال مبادرة سيادة الرئيس في فك كرب الغارمين وان احنا نشتغل على الغارمين ان احنا نوقف منابع الغارمين وان احنا نعمل تمكين اقتصادي للغارمين عشان ما يخشوش في مشاكل بعد كده. يأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتماشيا مع الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة أبو هشيم الخير وجمعية الأورمان بإجمالي 45 مليون جنيه بهدف تقديم 1200 مشروع تنموي. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة أبو هشيم الخير وجمعية الأورمان بإجمالي 45 مليون جنيه بهدف تقديم 1200 مشروع تمكين اقتصادي وتوزيع نحو 18 ألف كرتونة مواد غذائية و18 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة بني سويف. كل شهر توزيع 3000 كيلو لحمة و3000 كرتونة غذائية، كل شهر في 200 مشروع هندعمه. قيمة البروتوكول 45 مليون جنيه، تشارك ما بين الثلاث مؤسسات حياة كريمة وأبو هشيم الخيري وجمعية الأورمان. كما يستهدف البروتوكول توزيع المواد الغذائية شهريا لثلاثة آلاف مستحق في 47 قرية بالمحافظة على مدار ستة أشهر مع التأكد من وصول الدعم لمستحقي. الهدف من البروتوكول إن احنا نعمل مشروعات تمكين اقتصادي للأسر وهنعمل في محافظة بني سويف وهنعمل توزيعات عينية في صورة سلع وكراتين طرود غذائية وهنعمل طرود لحوم تتوزع على المواطنين في المحافظات دي. هي خطوة للتمكين الاقتصادي لنقول ان هي برضو في مساعدات موسمية مساعدات شهرية
مساعدات في كل المجالات. البروتوكول يأتي انعكاسا لدور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير الكرة الأشد احتياجا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء والظواهر الجوية المصاحبة لها، حيث يشير آخر تحديث لخرائط الطقس إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتلا هوائية جنوبية غربية نشطة تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة التي قد تصل إلى حد العاصفة وتدهور الرؤية الأفقية. هذا وحذرت هيئة الأرصاد الجوية أيضا من امتداد تأثير الرمال المثارة والأتربة تكون أقل حدة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد وسيناء وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى. وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة لتقييم المواقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي. رئيس الوزراء ونظيره العراقي يترأسان غدا اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين البلدين. النائب العام يشهد إجراءات استرداد جديريتين أثريتين في قضية دولية عن تهريب الآثار بباريس. وختاما مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلي ياسر عبد الستار وهذه تحياتي لحضراتكم. أنا سمر الزهيري، إلى اللقاء.